خدمات الحياة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم إذاعة القيروان للصحة. موعد جديد من برنامج خدمات الحياة، معكم سيام حمدي في الميكرو، أمنا بوخيت في الإخراج التقني للحصة. اليوم نحكيه على نظام جديد ضمن صندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، نحكيه على نظام العمل التونسيين بالخارج. هذاك علاش تحضر معنا في الأستوديو مدام زهرة البوزيدي، رئيسة المكتب الجهوي بالقيروان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS. أساس مدام زهرة، أهلا وسهلا، مرحبا وبيك، عايشك، مرحبا بكافة مستمعي الحياة فهم. شكرا لك مدام زهرة. لو كان تحكي لنا شوية وتعرف لنا شوية هالنظام اللي نحكي عليه اليوم، نظام العمل التونسيين بالخارج. دونك اليوم موضوعنا نظام الضمان الاجتماعي للعمل التونسيين بالخارج، هذا أحدث بالأمر عام سنة 1989، دونك قديم شوية النظام هذا. دونك وهو يهم خاصة تونسيين بالخارج في الدول التي ليست لها اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع تونس. كيما شنو تنجم تذكر لنا مدام زهرة؟ عديد الدول، دونك خاصة دول الخليج العربي اللي يخدموا، نعرفوا يخدموا فيها برشا توانسة، لكن معناش معها اتفاقية الدول هذه. دونك أي تونسي عايش في الخارج في دولة ليست لها اتفاقية ثنائية مع تونس راهو اختياريا، النظام هذا نأكدوا راهو اختياري ماهوش اجباري. يعني اللي يحب، خاطر احنا مدام زهره انت ديما تقول لنا راهو اجباري، المره هذه راهو اختياري. لا هذا لانه مقيم في الخارج ماهوش في تونس، حتى النشاط اللي باش ينخرط به في تونس هو يمارسه في الخارج ماهوش في تونس. دونك لهنا اللي يحب من العمل التونسيين بالخارج ينخرط في النظام هذايا راهو شرط كسوسوا يكون أجير ولا مؤجر، نجم يكون خدام يخدم عند عارفه، لكن الدولة اللي هو فيها كما قلنا راي ما هيش عاملة اتفاقية مع تونس في يعني نظام ضمان الاجتماعي. باش نسهلها أكثر مدام زهرة، ما فميش تغطية اجتماعية عليه العامل هذا في هالدول اللي في مع إطار تونس الاتفاقيات، ما عندهمش اتفاقيات مع تونس في إطار الاتفاقيات ضمان الاجتماعي. بقية الدول اللي معها اتفاقية ثنائية ما تطرحش المشكلة هذا. دونك أي عامل أجير أو غير أجير يحب ينخرط في النظام هذا راهو نظام اختياري، وحتى اختيار شريحة الداخل راهي زادة اختيارية. دونك شنو هو لهنا باش نحكي النظام هذا، شنو هو المطلوب باش يثبت السيد هذا اللي هو راهو عامل بالخارج يمارس في نشاط مؤجر أجير أو لحسابه الخاص؟ ثم لهنا يجي بنا شهادة عمل، إلى جانب بالطبيعة ديما مطلب الانخراط اللي نحكي وعليه، دخلنا احنا تو في الوثائق المطلوبة كيفية الانخراط. دونك لهنا يجي بنا مطلب الانخراط إضافة معه نسخة بطاقة تعريف ومضمون الولادة، الوثائق العادية مع شهادة عمل أو أي شهادة تثبت اللي سيدة دائرة ويمارس في نشاط في الخارج فقط. دونك هذا كيفية الانخراط في النظام هذا. وحكينا زيادة على الوثائق المطلوبة، خلينا نحكي مثلا على شرائح الدخل معناها في النظام هذا مثلا مدام زهر. دونك شرائح الدخل بالنسبة لنظام العمل التونسيين بالخارج عندنا 4 شرائح دخل، 1، 2، 3، 4. تعودنا ديما نقولوا 10، يعني توا النظام هذا عندنا 4 اختياري في 4 شرائح دخل، وهي زادة خاضعة لاختيار العامل التونسي بالخارج. دونك هو يختار الشريحة اللي يحب عليها، وفي كل سنة كما الأنظمة الأخرى في كل سنة راهو ينجم لهنا يبدل الشريحة متاعه يختار شريحة أخرى بشرط إيداع المطلب قبل نهاية السنة الجارية، ويكون لهنا تاريخ فاعلية تغيير شريحة الدخل اليوم الأول من السنة المالية الموالية كالعادة. دونك لهنا كيف راهو الاحتساب لهنا ديما يتم على أساس نظام 48 ساعة في الأسبوع ضارب المرتبط بمدة شغل تساوي 2400 ساعة في السنة، لهنا ضارب شريحة الدخل، ناخذ شريحة الدخل الأولى، بطبيعة كل شريحة الدخل عندها الضارب المناسب بتاعها، شريحة الدخل الأولى هي ضارب 2 كما حكينا في حلقة فارطة على نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين. فوالا دونك يبدأ بالشريحة لهنا، يبدأ الشريحة الأولى ضارب 2. دونك لهنا كي باش تحسب باش تلقى لهنا ال 2064 في ال 2400 باش نقسمها على 4 باش تلقى الكوتيزاسيون الاشتراك نتاع الثلاثية اللي هي لهنا
قبل نحكي لهنا على الاشتراك، راهو نسبة الاشتراكات في النظام هذايا تختلف، هي 13.30% حاليا. كنت تذكر نحكي وديما في الأنظمة الأخرى على 14.71 في التيانيز في نظام المبدعين. دونك نظام العمل التونسيين بالخارج راهي نسبة الاشتراكات حددت ب 13.30%. دونك الدخل المعتمد المرجعي اللي حسبناه على أساس اللي كنت نحكي عليه نظام 48 ساعة راهو يعطينا كوتيزاسيون في شريحة الدخل الأولى 329 دينار و 414 فرنك فقط. خذينا إكزامبل شريحة أول. الشريحة الرابعة اللي هي أقوى شريحة اللي هي ضرب تسعة. دونك باش تعطينا كوتيزاسيون لهنا 1,482 و 365. هذا المبلغ اللي في الثلاثية معناها مطالب به كل ثلاثية. بهي مدام زهر، انت حكيت لنا مثلا في نظام الفنانين والمبدعين والمثقفين اللي ما فهمش اقبال كبير، ربما البعض اللي ينتميوا للقطاعات هذه يختاروا بعض الأنظمة الأخرى. في النظام اللي نحكيوا عليه اليوم العمل التونسيين بالخارج، فما اقبال يعني على النظام هذه يشتركوا ينخرطوا التوينسا في الخارج؟ بالطبيعة فما إقبال على النظام هذا وقاعدين ينخرطوا، فما انخراطات في اللي فيه زاد منافع برشا. اللي هما تو نحكيوا على المنافع بربي جيست. كل ما نرجع شوية الاشتراكات اللي راهو ديما بالله نحكيوا ديما نفس الآجال راهي متاع الاشتراكات ونركزوا عليها، ديما من 1 لـ 15 من 1 لـ 15 من الشهر الرابع الموالي للثلاثية. دونك ما تنساوش ديما الأجال، جي في الأجال باش ما يترتبش عليها كالخطايا اللي حكينا عليها. الواحد اللي هي تحتسب حتى بعد نهار، حتى نهار 16 كل شهر أو جزء من الشهر، نهار جمعة شهر كيف. دونك ديما 1% ذيك حصلت أفون لكانز تدخل لكانز الأخرى يدخلنا 2% وإحنا ماشيين. مدام زهر بربي سؤال هوني توا، العمل التونسيين بالخارج اللي هما يخدموا البرة يروح مرة في العام ربما، كيفاش خلاص يعني هو لازم يخلص كل 3 شهور؟ كيفاش يعني دونك هو سؤال وجيه. فعلا خاطر هما مقيم بالخارج كيفاش يخلص هو راهو تنجم تكون زاد لهنا هو مقيم بالخارج لكن الأسرة متاعه تكون مقيمة بتونس مش بضرورة تكون معه. دونك الخلاص كيما أي تونسي موجود في تونس دونك يكون يا أما عن بعد، فما ما يسمى الخلاص عن بعد اللي يدخل بوابة الصندوق اللي حكينا عليها قبل www.cnss.tn راهو يدخل بوابة ينجم يخلص عن طريق البطاقة البنكية كسوة التونسية أو الدولية. واضح هذا الاختيار الأول. فما اختيار ثاني ينجم راهو يعمل تحويلات مالية، واضح ينجم يحول يعمل تحويلات مالية على اللي كونت متاعنا اللي موجودين وقت يدخل بوابة. فما كل بيرو لي كونت متاعه، فما دي كونت متاع حتى الديركسيون موجودين الريب متاعهم ينجم يصب عليهم، مع شرط انه يقوم بإرسال ايميل على طريق البريد الإلكتروني متاعنا اللي موجود زادة في البوابة هذه يعلمنا بأنه راهو قام بدفع أو بإرسال مبالغ مالية في حدود كذا، يعلمنا بالدفع متاعه أعلم يعني لمصالح كيما ينجم يكون في وقتها مواتي اللي هو في تونس، ينجم يكون خلاص مباشر لدى مصالح المكاتب الجهوية الموجودة على كامل تراب. ونجم مثل حتى كان مش موجود في تونس وما يختارش الطريقتين الأخرين، نجم حد من العائلة مثل هو اللي يهز المبالغ هذه للصندوق خلاص يعني. ليس ما هو الشخصي يكون متوفر عنده النيميرو الواحد ويجي خلاص عادي. والأكثرية مدام زهرة أكثر طريقة يقبلوا عليها توينس العمل بالخارج شنو ما هي؟ والله الخلاص المباشر. المباشر شكون يخلص؟ واضح فماش معناها برشا. المنافع مدام زهرة نفس المنافع في الأنظمة الأخرى ولا تختلف؟ والله هي نفس المنافع. دونك شنو عندنا المنظومه التغطيه الصحيه اوبري لكنام كيف راهو العامل التونسي بالخارج ينجم يختار المنظومه اللي يحب عليها من منظومات العلاجيه اللي موجوده 3 اللي نعرفها الكل. دونك لهنا ويتمتع زاده بالمنح النقديه الكل في حاله اما فما شويه هنا اختلاف مثلا في منح المرض راهو يلزم يكون التونسي معناها مرض وهو على ارض الوطن يعني في تونس كيف منح الوضع مثلا المضمونة اجتماعية تكون في حالة وضع تكون ولدت في تونس معنى الولادة تمت على التراب التونسي. إذا كان في الخارج في الدولة هذه دونك لا احنا بالنسبة لنا الوضع منح الوضع ومنح المرض يكونوا موجود وقتها
موجود فيك الإقامة الوقتية اللي يجي فيها في تونس. دونك إلى جانب طبيعة الجراية اللي هي جراية الشيخوخة، جراية التقاعد العادية أو جراية العجز، كيف كيف عنده الحق فيهم. بالنسبة لي جراية التقاعد ديما سن 65 سنة، لكن عنده الاختيار بين 60 والخمسة وستين، نجم يقدم الدوسي متاعه مع هك التخفيض أو الخصم اللي حكينا عليه 0.5% حتى لين يوصل، تنقص له على كل ثلاثية حتى لين يوصل 65 اللي هو وقتها يكون السن الإجباري للتقاعد. جراية العجز وهذه مدام زهرة سامحني تختلف على النظام اللي حكينا عليه في الحلقة السابقة اللي هو نظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين اللي هو في 65 سنة. 65 وحكينا زادة قبل على نظام محدودي الدخل، كانت تذكر لوا 32-2002 اللي كيف كيف زادة في 65 سنة. دونك نرجع جراية العجز بالنسبة للفئة هذه، رأي كيف كيف يكون سنه أقل من 60 سنة، يكون عنده دونك عنا هذا شرط السن، عندك فترة تربص ما تقلش على 20 ثلاثية، إلى جانب العجز البدني اللي حكينا عليه اللي ما يقلش على 66.66%، بطبيعة بعد موافقة اللجنة الطبية أوبري الكناء. 20 ثلاثية مدام زهرة هذه منحة العجز، منحة بالطبيعة الجراية 40 ثلاثية، وراو ينجم هو بالطبيعة 40 ثلاثية، حتى راو فما دي كونديسيون اللي هما نوامرهم مسكرين نحكيوا عليهم في مناسبة أخرى إن شاء الله في الجرايات. راو ينجم يكون هو الحصل متاعه في حياته المهنية الكل حصل كان 20 ثلاثية. دونك راو لهنا بروبورسيونيل، جي لهنا جراية نسبية واضح على أساس الكارير اللي هو حصله. دونك فما عندهم منافع أخرى بالنسبة للعمل التونسيين بالخارج اللي هي القروض الجامعية، إذا كان يكونوا عندهم صغيراتهم يقرأوا فاكولتي في تونس. دونك عنده حق في القرض الجامعي. واضح، هذه كل التفاصيل مدام زهرة على النظام هذية. دونك تقريبا حكينا عليه الكل، تبقى لهنا ديما نأكدوا راهو التمتع بالمنافع راهو ديما يتوقف على دفع الاشتراكات كاملة. كل وين يحصل تغيير في السميك راهو ينطبق على زيادة في الاشتراكات هذا في جميع الأنظمة. دونك فقط هذا هو النظام العمل التونسي بالخارج. شكرا لك مدام زهرة البوزيدي رئيسة المكتب الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS بالقيروان، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتهم لنا بخصوص نظام الضمان الاجتماعي للعمل التونسيين بالخارج اللي يخص التوانسة اللي في الخارج اللي في الدول اللي ما عندهاش اتفاق مع تونس. يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج خدمات الحياة، نتقابلوا في الحلقة القادمة. في الأمان. خدمات الحياة.